خبرات العاملة في هذا القطاع السيد بسام الحسين وهو الرئيس التنفيذي لشركة الدوحة للتأمين. مرحبا بك أستاذ بسام. طبعا أرقام كبيرة سمعناها اليوم، استثمارات بالمليارات، هذا الأمر أيضا يثير شهيتكم أنتم كشركات تأمين. والله بتصور بيثير شهيتنا أكثر منهم، لأنه في النهاية إحنا في قطر أكيد نطلع أنه نكون داعمين جدا للاقتصاد الوطني. المشاريع ضخمة، المشاريع معقدة، والفرق بين هذا المؤتمر بالمؤتمرات اللي حضرتها بالسابق انه حاليا بنتكلم عن مشاريع موجوده بدات المناقصات تنزل بشكل تدريجي، وليس اشياء مستقبليه كنا نسمع عنها قبل سنتين او ثلاثه. لا شك انه قطاع التامين على درايه كامله بكافه هذه المشاريع، واحنا ان شاء الله يعني نكون على قد المسؤوليه. ويبدو ايضا استاذ بسام الحكومه القطريه تنبهت لهذا الامر، اعلنت منذ ايام عن اطلاق شركه عملاقه في مجال التامين واعاده التامين. ما هي الاضافه اللي تشكلها هكذا شركه على قطاع التامين في قطر؟ لا شك انه من المشاكل الموجوده في العالم العربي انه الاحتفاظ بالاقساط قليل جدا بالنسبه للاقساط اللي بتخرج للخارج، خاصه الى المانيا والى انجلترا ولويدز والاوروبا وامريكا. فاحنا بنحاول انه نحتفظ باكبر عدد او نسبه من الاقساط في داخل الوطن العربي. ولا شك المشاريع العملاقه اللي تكلموا عنها راح يكون هناك الكثير من الاقساط التامينيه، ونتمنى انه هذه الشركه اللي اعلن عنها سعاده وزير الماليه براس مال حوالي 500 مليون دولار انه يكون في لها طاقه استيعابيه عملاقه وتحتفظ بشكل كبير بالاقساط. والاهم من هذا انه خلال ما سمعناه يمكن هذا شيء جديد انهم يتطلعون، وان شاء الله يعني هذا احنا نكون مساهمين معهم في هذه الشركه، انه خلال 10 ل 15 سنه تكون من افضل 10 او 20 شركه في العالم. يعني هذه الشركه لن تكون منافس لكم، انتم مساهمون لها، خلافا لما شكواكم المستمره من شركات التامين العامله في مركز قطر للمال. لا شك انه الاختلاف كبير. اولا نتكلم عن شركه اعاده تامين، شركه الاعاده تدعم شركات التامين. صحيح. بدل انه ما نطلع لاوروبا مباشره، ممكن انه هذه الشركه موجوده انه تاخذ الاقساط وتحتفظ فيها. الفرق الشاسع انه الشركات الموجوده في مركز قطر المالي وهي منافسه بالنهايه، واحنا نحترمها. صحيح. ونحترم. صحيح. هذا القرار، لكن لا شك انه هاي المنافسه هي مباشرة بينه وبينهم على مشاريع داخل الدولة وليس على قطاع إعادة التأمين، وبالتالي أدت إلى تراجع أسعار التأمين نسبة 20 و30 ربما 40%. لا شك بأن أقساط التأمين ارتفعت في قطر لأنه نسبة النمو عالية جدا. صحيح. ولكن صحيح. لو كانت الأسعار صحية لكنت رأيت أقساط التأمين ارتفعت من مليارين لحوالي 3.5 ل 4 مليار. نتمنى في السنوات القادمة. شكرا لك بسام حسين، وأنت الرئيس التنفيذي لشركة الدوحة.